نحن أبناء هذا البلد لنا تراث ولنا تاريخ ولنا مجد. حكايتنا كسلسلة متصل بعضها ببعض ممتدة لأعراق الأحقاب والعصور التي أنارت فيها شموس أمجادنا العالم، ولأن ماضينا أساس حاضرنا ويحمل في ثناياه بذور مستقبلنا، جئنا لنروي رواياته بلغتنا وصوتنا عبر مشروع المروية العربية الذي انطلق من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ليبرز بروايته الدور الحضاري والثقافي للجزيرة العربية، ويؤصل فينا وفي أبنائنا الانتماء لحضارتنا وثقافتنا العربية، ويعزز التواصل الثقافي بيننا وبين الشعوب المحيطة بنا والمتفاعلة معنا. وفي روايتنا نبحر ونتعمق، نحلل وندرس الأثر الحضاري والثقافي العربي في الدين والفلسفة والأدب والفن، ثم نعزز ونطور الحوار والتبادل المعرفي والثقافي، ونبني الشراكات البحثية بين الجزيرة العربية والعالم. ومن المكان الذي نصبنا فيه خيامنا وأشعلنا نارنا وكتبنا أشعارنا، جئنا لإبراز البعد الحضاري العميق وإسهاما في بناء سردية الجزيرة العربية، وليصبح فهمنا أعمق لماضينا وحاضرنا، من أجل أن نروي الرواية بلغتنا العربية الأصيلة لأبنائنا وللأجيال القادمة، ونعزز ارتباطهم باللغة والموروث، ونجعل قصص الأبطال العرب تتجلى في أذهانهم كالنجوم ليستدلون بها. وكل هذه الحكايات نحكيها لنعالج بها الالتباس، ونروي لنوصل وجودنا ولنعرف بها مكانتنا الحضارية، لننقل هذا الإرث العظيم لأجيالنا القادمة. المروية العربية فكرة حان أوانها ونحن رواتها.